قناة الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمل رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. يعتبر الحلزون من الحيوانات المخنثة، أي أنه من الممكن لكل أفراد الحلزون وضع البيض، مما يفسر التكاثر السريع للحلزون. الحلزون من الحيوانات الرخوية التي تنمو فوقها فقاعات لحماية الجسم الرخوي، وتحتاج هذه القوقعات إلى كمية مهمة من الكالسيوم لنموها. يتمشى الحلزون على أرجل دقيقة جدا، ما يجعل حركته تبدو كأنها تزحف، كما تفرز بعض المواد اللزجة لتقليل الاحتكاك مع الأرض. يتوفر الحلزون على حاستي اللمس والشم جد متطورة، ولا يعتمد كثيرا على النظر. رغم كونه من الحيوانات المخنثة، إلا أن التزاوج من الأمور الضرورية، حيث يتم تبادل الأمشاج بين الحيوانات خلال فصل الربيع حتى الخريف إذا توافرت الشروط المناخية الملائمة. تأتي مرحلة الإباضة بعد حوالي 15 إلى 20 يوم من يوم التناسل، حيث يقوم الحلزون بحفر حفر بعمق حوالي 4 إلى 5 سم تحت الأرض لوضع البيض، ثم إغلاقها بمواد جل لزجة، في حين أن تفقيس البيض يكون خلال 15 إلى 30 يوم بعد ذلك. إذن هذا، نحن في مركز أحجار كريمة لدينا مجموعة من المشاريع التي نريد أن نقوم بها، ومن بين هذه المشاريع مشروع الحلزون. فمن لديه أفكار لهذا المشروع أو رغبة في أن يقوم بهذا المشروع فليتواصل معنا، ربما يصير تعاون بيننا، خاصة ممن هم متواجدون في المغرب أو حتى مخارج المغرب لمن يريد أن يكون كمستثمر يعني ممول. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهد على الشاشة. بانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.